بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. انا وعدتكم ان انا اوريكم خريطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها المره اللي فاتت، لكن الشاشه دي تبقى اوضح. احنا اخذنا لحد دلوقتي او النهارده ان شاء الله ناخد السفر الخامس، سفر التثنيه. وسفر التثنيه زي ما قلنا يعني معناها موسى كان بيقول تاني، لكن احنا اتفقنا ان المره اللي فاتت السفر كان بيغطي فتره مده قد ايه؟ سفر العدد مدة قد ايه؟ ها؟ 39 سنة بالظبط، 39 هي فترة الرحلة بتاعة الايه؟ البرية. وقلنا انه ال سفر العدد يتقسم ل جيلين تعدادين مش كده؟ فجيل خرج من مصر وللأسف انه ما آمنش بربنا، فربنا حكم انهم يفضلوا تايهين يموت في البريه، فموسى يعمل تعداد تاني، والتعداد التاني دوت يكونوا جيل الجديد طلع اللي هم فضلوا في البريه 40 سنه اللي هم من 20 سنه فصاعدا، وبنجهز بقى لدخول دلوقتي ارض ايه؟ ارض كنعان. فهم وصلوا للشرق بتاع نهر الاردن، المنطقه ديت، ده نهر الاردن، ده اللي كنت بحاول اوصفه لكم المره اللي فاتت، ده نهر الاردن، ده البحر الميت ما بينهم، ما بين البحر الميت ودي اللي هي بيسموه اللي في العهد الجديد تسمى بحر طبرية او بحيرة جني سارت، وما بينهم نهر الاردن. كويس، ارض كنعان هي اللي هي المنطقة دي ما بين نهر الاردن وما بين البحر المتوسط، مصر تبقى هنا. واضحة الفكرة؟ ماشي. يبقى أرض كنعان المحصورة ما بين نهر الأردن وما بين الحد الشرقي من البحر المتوسط، دي أرض كنعان. هم ما كانوش هنا، هم كانوا الناحية التانية شرق نهر الأردن، والمنطقة ديت خدها كام سبط؟ سبطين ونص، اللي هم رأوبين وجاد ونص سبط منس، خدوا شرق نهر الأردن. هنيجي دلوقتي بقى سفر التثنية هيبقى يغطي شهر واحد بس، الشهر الأخير من حياة موسى وينتهي بموت موسى. موسى هيبص، هيقف عند جبل نبو، هنا على جبل اسمه جبل نبو، يبص عبر النهر يشوف الأرض لكن مش هيدخلها. مين اللي يخش؟ اللي يخش هو مين؟ هو يشوع. الخريطة دي هنحتاجها لما نيجي نتكلم عن مقدمة سفر يشوع، لأنها بتبين إزاي الكام هجوم اللي حصل. بس أنا قلت بس أبين فكرة يعني إيه السبطين ونص كانوا فين، يعني إيه موسى شاف الأرض لكن ما دخلهاش، والدخول هيبقى إنهم هيعبروا الأردن ويبتدوا يحاربوا البلاد ديت وياخدوا الإيه الأرض بتاعتهم اللي هي أرض إيه؟ أرض كنعان. أسئلة أو في حاجة مش واضحة؟ هتقول حاجة كبير؟ لا صحيح، في حاجة مش واضحة. هم صحيح كانوا جايين من مصر لكن لفوا حوالين المنطقة ديت، ما دخلوش دي كان فيها، دي أرض كنعان، دي أرض الميعاد اللي هي ما بين نهر الأردن، ده نهر الأردن، شايفين الخط ده اللي ماشي عليه العلامة دي؟ ده نهر الأردن، ده ما بين البحر الميت وما بين بحر طبرية وبحيرة جني سارت. ماشي؟ واضح؟ هم كانوا في الشرق، جم سبطين ونص قبل ما الأرض هنا كويسة، إحنا ناخد هنا. فسألوا موسى، فربنا سأل ربنا، قال له اديلهم، مفيش مشكلة إنهم ياخدوا إيه؟ نصيبهم، فسبطين ونص، بس بشرط إنه الرجاله بتوع السبطين ونص دول يعدوا يحاربوا مع اخواتهم لحد ما اخواتهم يستقروا ويرجعوا تاني المكان. ماشي؟ فهو دي ارض كنعان اللي هم هياخدوها، لكن دي المنطقه اللي كانوا فيها قبل ما يخشوا ارض كنعان. هنا بقى يبتدوا الحروب، وعشان كده هتلاقوا اللي مكتوب هنا العلامات دي، الهجوم الاول، الهجوم الثاني، الهجوم الثالث، دي الخطه اللي استخدمها يشوع عشان يخش بيها ارض كنعان. دي هنتكلم عنها في سفر يشوع. هو
هم كانوا ممكن يخشوا من هنا، بس هو طبعا كانوا يقدروا يخشوا للشعوب، ما كان لسه ربنا ما ادالهمش وما ادالهمش النصره على الشعوب دي، لان يعني ما كانش حد يخليهم يعدي. حتى احنا لما نشوف انه مره فاتت في سفر العدد فيه حربين خدوهم، اللي هو عوج ملك بشان وسيحون ملك الاموريين، دول كانوا واحد منهم قالوا له بس نعدي، مش هنشتري منك فلوس بفلوس ناخد ميه وشرب، مش هنحارب ولا نعمل حاجه. قال لهم لا ما تعدوش، فحاربوا وكسبوه. فهم عشان شعب بالعدد ده يعدي جوه شعب، ده معناه ان في حرب، واخد بالك؟ فربنا خلاهم يتوهوا يعدوا الناحيه الثانيه ويفضلوا تايهين في البريه لفتره. هو تيه برضه مش معناها انهم بيلفوا، لكن معناه ربنا ما ادهمش الامر وما ادهمش القوه اللي بيهم ينتصروا في الحروب. ماشي؟ لحد لما جه الوقت ومات الجيل غير المؤمن وطلع الجيل الجديد وعمل موسى التعداد، فابتدوا يستعدوا للحرب. بس موسى فهم عارف انه ايه؟ انه مش هو اللي هيدخل يدخله. ايوه مرة. فترة التيه غالبا ما كانوش لسه وصلوا لهنا يعني، لكن لانه كان في كذا تحرك. هل الفترة كلها كانوا بيلفهم؟ ما كانش مجرد انهم قاعدين يتحركوا على طول. لكن في الاخر النقطة ايه؟ انه ربنا ما سمح لهمش بدخول الايه؟ الارض، واداهم النصرة على الايه؟ ده انا عايز اقول، انا حتى بما انكم اثرتوا دي كنت متردد، هي حتة لذيذة قوي. يعني في سفر التثنية اصحاح 2 لما قالوا مش هنقدر ندخل الارض بعد ما الجواسيس اتجسسوا الارض، يعني حته مرتبطه بالسؤال. فلما ربنا قال لهم خلاص مش هتدخلوا الارض وما تروحوش، خلاص مش هتدخلوا، فقالوا لا حن ايه؟ طب خلاص احنا غلطنا هنحارب. فراحوا ايه؟ واتغلبوا. فيقول ايه في سفر التثنيه؟ 2:42 اهي يقول في اصحاح الاولاني، يقول فاجبتم وقلتم لي قد اخطانا. لما ربنا قال لهم هتدخلوا فهم ما صدقوش، فربنا غضب عليهم. فلما لقوا ربنا غضب عليهم قالوا له ايه؟ طب خلاص احنا غلطنا هنروح ونحارب. فربنا قال لهم لا خلاص انا قلت لكم لا. فاجبتم وقلتم لي قد اخطانا الى الرب، نحن نصعد ونحارب حسب كل ما امرنا الرب الهنا. وتنطقتم كل واحد بعده حربه واستخففتم الصعود الى الجبل. افتكرتوا انكم تقدروا تعملوها لايه؟ لوحدكم. واستخففتم الصعود الى الجبل. فقال الرب لي قل لهم لا تصعدوا ولا تحاربوا لاني لست في وسطكم. فاذا النصره جايه بايه؟ ان ربنا يكون مشروطه بايه؟ ان يكون ربنا في وسطهم، مش بشطارتهم من عدمها. وشفنا نفس الفكره امتى؟ فين؟ في عاي واريحه. اريحه المدينه الحصينه اللي ما يتخيلوش انهم يقدروا يغلبوها غلبوها بقوة ربنا. وبعد كده عاي قال لا دي سهلة خالص، ده احنا يعني دي كده ناخدها كده بالسهل. وكانت النتيجة انهم انهزموا لان كان في وسطهم ايه؟ حرام. فاللي عايز اوصل له ايه؟ ان فكرة التيه قايمة على ايه؟ على انه ما فيش امر الهي واضح انه يكون في وسطهم ويهيبهم النصرة على اعدائهم وياخدوا يمتلكوا الارض. ماشي؟ بقيتها يقول لهم لا تصعدوا ولا تحاربوا لاني لست في وسطكم لئلا تنكسروا امام اعدائكم. فكلمتكم ولم تسمعوا بل عصيتم قول الرب وطغيتم وصعدتم الى الجبل. فخرج الاموريين الساكنين في ذلك الجبل للقائكم وطردوكم كما يفعل النحل وكسروكم في سعير الى حرب. واضحه؟ ماشي؟ نبتدي بقى نتكلم النهارده عن سفر الايه؟ سفر التثنيه. طبعا زي ما كل مره بنبتدي الخمس اصفار، لان هم اصفار موسى، فالكاتب زي ما احنا عارفين هو موسى النبي. التاريخ اللي بيغطيه السفر قلنا الفتره هنا عباره عن ايه؟ مده شهر واحد، الشهر الاخير في حياه الشعب في البريه قبل دخول ارض كنعان.
وبعدين التقسيمه بتاعت السفر، لان السفر وعظي. فانا شويه هقول لكم التقسيمه. احنا قبل كده كنا مثلا ناخد اصحاحات، كل اصحاح تقريبا الفكره ايه. هنا انا هاخد شويه مبادئ بعد ما نتكلم عن التقسيمه بتاعت الـ 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 السفر. سفر التثنيه اتقسم لثلاث اقسام، ثلاث اقسام نقدر نقول عليها ثلاث عظات، العظه الاولى والثانيه والثالثه، ثلاث عظات. لانه طابع سفر التثنيه انه طابع ايه؟ وعظي. يعني لما نراجع كده سفر التكوين تاريخ طويل بدائي، تاريخ كبير، وبعدين الاباء البطاركه. الخروج تاريخ طبعا بتاع الـ 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 العبوديه في مصر وقصه الخروج. سفر اللاويين كتاب طقسي اكتر ويخص الكهنه ازاي يمارسوا الايه؟ الطقوس بتاعه العباده والتقديم الذبائح. سفر العدد يتكلم عن فتره التيه في البريه، فبرضو احداث وتواريخ وحروب وغيره. سفر التثنيه وضعه تاني. سفر عباره عن ايه؟ موسى بيقول الوصايا الاخيره وبيراجع معاهم التعاليم اللي قالها لهم والتعاليم اللي ربنا اداها له خلال فتره ال 40 ايه؟ ال 40 سنه. فطابع السفر طابع ايه؟ وعظي اكتر منه تاريخي واحداث. وعشان كده الفتره التاريخيه بتاعته ايه؟ مفيش فتره ايه؟ مفيش فتره طويله. فتقسيمه السفر عباره عن ثلاث عظات. عظه من اصحاح واحد لاربعه تقريبا قبل يعني قبل اخر اربعه بشويه، ودي بيقول لهم بيراجع لهم اللي حصل، عمل ربنا معاهم، العمل اللي ربنا عمله معاهم فيما سبق يعني. العظه الثانيه موسى بيقول لهم ربنا عايز منهم ايه؟ يبقى اول جزء ربنا عمل معاهم ايه؟ الجزء الثاني ده الجزء الكبير اللي هو من 4 ل 26، ده جزء فيه وصايا وتأكيد على احتفالهم بالأعياد والطقوس والنظام. فدوت اللي ربنا عايز منهم ايه. الجزء الثالث ربنا هيعمل معاهم ايه. يبقى تقدر تقولوا عليه ماضي وحاضر وايه؟ مستقبل. الماضي ربي يراجع معاهم ربنا عمل ايه. دلوقتي ربنا عايز منهم ايه. وطبعا ولو ان كلمة دلوقتي من دلوقتي وصاعدا. والجزء الثالث بيقول لهم اذا ثبتتم في الوصايا هتشوفوا بركه شكلها ايه، وبرضو اذا عصيتم هتشوفوا ايه؟ هتشوفوا لعنه او هتشوفوا تخلي من ايه؟ من ربنا. عشان كده هتلاقوا انه سمه اساسيه هنتكلم فيها فكره البركات والايه واللعنات زي ما هيجي الكلام. يبقى دي تقسيمه السفر، ثلاث عظات. كل عظه بتتكلم عن يا اما اللي عمله ربنا، يا اما اللي ربنا عايزه منهم، يا اما اللي ايه؟ اللي هيعملوا بناء على سلوكهم وتصرفهم. العظه الاولى موسى بيفكرهم بالرحله اللي هم خدوها من سينا لقادش وقصه ارسال الجواسيس. قعد يراجع لهم الكلام دوت والحكم بالتيه ويفكرهم بالايه؟ بعمل ربنا في انه غلب عوج ملك بشان وايه؟ وحشبون ملك الاموريين. وبعد كده بيذكرهم بانه فكره انهم اتحرموا ليه من ارض ايه؟ من دخول ارض كنعان. العظه الثانيه بيفكرهم بالوصايا والفرائض اللي هم مطالبين انهم ينفذوها. والعظه الثالثه البركات والايه؟ واللعنات. وكان ربنا حدد لهم خلاهم واحد حد يقف على جبل اسمه جبل البركه، اسمه جبل جرزيم. فيقول مبارك اللي هيعمل كذا، مبارك اللي هيعمل كذا، يعني هينفذ وصايا ربنا. وقت على جبل التاني جبل الايه؟ اللعنات اسمه جبل عبال، بقت فيه ملعون اللي ايه؟ اللي ما يعملش هذا الايه؟ الكلام. عشان يقول لهم ايه؟ فكره اللي كان بيتكلم عنها مراد، فكره التصوير، انه عشان يشوفوا اذا عملتوا كده هتلاقوا بركه، اذا عملتوا كده هتلاقي لعنه. وعشان كده قال لهم قد جعلت امامك طريق حياه لحياه وطريق موت لموت، اختار الايه؟ اختار الحياه لايه؟ لتحيا. لان طابع السفر طابع وعظي. فاحنا مش بنتكلم عن كل سفر او كل اصحاح حصل فيه، لكن هكلمكم على شويه مبادئ من السفر. والحقيقه سفر التثنيه في شويه مبادئ عجيبه قوي، عجيبه على العهد القديم. مش كلها عجيبه، لكن بعضها
غير اللي احنا كتير نتداوله او نقوله عن العهد القديم. يعني ايه؟ يعني احيانا نقول ايه، العهد القديم ده مش بيتكلم كتير عن المحبه، ده الفرائض والوصايا. انا عايزكم ايه، احنا نفسنا يعني عشان نستفيد من فكره مقدمات الاسفار انه نفسنا نقرا السفر. يا ريتني احنا مثلا ايه من هنا لحد الاسبوع اللي جاي ناخد نقرا سفر التثنيه. ممكن حد ياخد تدريب انه يطلع كم مره اتكلم عن تحب الرب الهك، فتكتشف انه ايه، احنا نقول العهد القديم ده يعني ربنا يبدو جامد وكلام عن الفرائض والوصايا. لا، ده بيتكلم عن محبه الله. شوف كم مره تحب الرب الهك من كل قلبك كل نفسك كل فكرتك لكي تحب الرب الهك. كتير جدا. يا ريت حد ياخد الايه التدريب ده وايه ويطلع لنا كم مره ربنا وصى بالمحبه. يبقى اذا كان المفروض ان انه الشعب يفهم انه ايه اساس علاقه ربنا بالايه بشعبه، ايه المحبه. انا هقول مثل او مبدا تاني اتذكر في السفر ده ومختلف عن المفهومنا او اللي احنا بنتداوله عن العهد القديم، وهقول لكم ليه الفكره بتاعتنا جت اتشكلت كده. لكن احنا دايما نقول الختان، ختان ايه؟ جسدي، صح؟ مش كده؟ مش احنا فكرتنا انه العلامه بتاعه ارتباط الشعب او انه ان انا منتمي لربنا او العهد اللي بيدخل فيه الشعب مع ربنا كانت ايه؟ ختان الجسد، مش كده؟ هل الموضوع ده كان فيه اي عمل روحي؟ ولا لا؟ مين بيقول لا؟ الدكتور ابو بيقول مين بيقول لا؟ ويؤثر عليكم؟ اللي هيقول لا يقول لا ولا ايه رايكم؟ الختان عمل روحي ولا عمل جسدي؟ هو عمل جسدي في ظاهره، لكن له بعد روحي ولا مش بعد روحي؟ الكلام ده اتفهمناه في العهد الجديد ولا من العهد القديم؟ ها؟ في العهد القديم؟ ايه الدليل؟ ها؟ علامة عهد. انه علامة عهد. بس يعني مثلا بولس الرسول يجي في كورنثوس في روميا 2 يقول انه ختان ليس الختان هو ليس ختان اليهودي هو الختان، ليس اليهودي هو بالختان ولكن ختان القلب بالايه؟ بالروح. فالعهد الجديد فهمنا الختان عمل ايه؟ له بعد ايه؟ روحي. هل الكلام ده كان في العهد القديم؟ هو الحقيقه الدكتور طبعا هو فعلا تكتشفوا انه مش العهد الجديد هو اللي اتكلم عن ختان القلب، مش العهد الجديد. يعني زي ما بقول لكم في روميا من اوضح الامثله وتكررت كتير، لكن مثلا روميا 2 بولس الرسول يقول ايه؟ يقول لان اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. ده كلام العهد الجديد. بس الكلام ده اقتصر على العهد الجديد ولا كان موجود الفكره في العهد القديم؟ موجوده في العهد القديم. الدليل على كده ايه؟ ان بولس انه مش بولس بس اللي اتكلم عن ده في العهد الجديد، لا ده سفر التثنيه بيتكلم عن ختان الايه؟ عن ختان القلب. وهقول لكم على ايتين او في مكانين. مين اشار كمان لموضوع ختان القلب؟ مين تاني بس في العهد الجديد؟ استفانوس لما استعرض المقاومه، تاريخ اليهود في مقاومتهم لدعوه ربنا وكلمه ربنا، قال لهم ايه؟ يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والاذان انتم دائما تقاومون الايه؟ الروح القدس. فكلمنا عن ختان القلب. انا الحقيقه اقول لكم انا لفتره طويله الواحد كان فاكر انه ايه؟ الكلام ده بتاع العهد الجديد. الواحد صغير لسه قبل ما يدرس كان فاكر الكلام ده بتاع العهد الجديد بس. لا، سفر التثنيه يتكلم عن ختان القلب في مكانين. يعني اغلب النقط اللي هقولها لكم كنقط مبادئ موجوده في سفر التثنيه اتكررت على الاقل مرتين. فختان القلب بيتكرر في جزئين. اول جزء في اصحاح 10
سفر تثنية إصحاح 10 في آية 16 يقول إيه؟ يقول فاختنوا غرلة قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم بعد. فاختنوا غرلة إيه؟ قلوبكم. يعني إيه غرلة قلوبكم؟ ليه؟ ليه الختان؟ الختان كان عضو، كان قطع جزء من إيه؟ من الجسد. ليه؟ عشان إشارة إنه إيه؟ أنا أولاً الختان كان علامة عهد، مش كده؟ وليه بقت في اللحم؟ علشان تبقى حاجة إيه؟ يعني مش مجرد احط مثلا زي دايما نقول علامه العهد زي الدبله، مش كده؟ بس الدبله تتقلع، مش كده؟ لكن في حاجه تبقى في الجسد. وليه بقطع جزء؟ عايز يقول لهم ايه؟ ان انتوا بتشيلوا ايه؟ بتشيلوا محبه الدنيا عشان تبقوا بتوع ربنا. بس العهد القديم يكلمهم ايه؟ انه انتوا محتاجين تختنوا الايه؟ القلب. فاختنوا غرلة اللي هي الجزء اللي كان يتقطع من الايه؟ من الجسد. فاختنوا غرلة قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم ايه؟ بعد. ايه ده؟ يبقى كان المفروض يفهموا ان العمل ده الجسدي يرتبط بايه؟ بعمل ايه؟ روحي، داخلي، قلبي. اذا فكرة انه اساس علاقه ان العهد القديم كان عباره عن وصايد وفرائض خارجيه وما كانش فيه بعد روحي، فكره مش حقيقيه، فكره مش حقيقيه. سفر التثنيه يوضح ده، يوضح فاختنوا غرله قلوبكم. ده مش في مكان واحد، في سفر التثنيه اصحاح 30 يقول كده، يقول له ايه؟ يقول لهم ايه؟ ومتى اتت عليك كل هذه الامور، البركه واللعنه اللتان جعلتهما قدامك، فان رددت في قلبك بين جميع الامم الذين طردك الرب الهك اليهم، ورجعت الى الرب الهك وسمعت لصوته حسب كل ما انا اوصيك به اليوم، انت وبنوك وبكل قلبك وبكل نفسك، يرد الرب الهك سبيلك ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك إليهم الرب إلهك. إن يكن قد بدد إلى أقصاء السماوات، فمن هناك يجمعك الرب إلهك، ومن هناك يأخذك ويأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي امتلك آباؤك فتمتلكها، ويحسن إليك ويكثرك أكثر من آبائك، ويختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نسلك ومن كل نفسك لتحيا. يبقى ايه؟ ليختن الرب ايه؟ الهك ايه؟ قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب الهك. ربط ما بين الايه؟ محبة ربنا وما بين ختان الايه؟ القلب. واضح اللي انا عايز اوصل لايه؟ انه فكرة ختان القلب دي مش فكرة العهد الجديد بس، ده العهد القديم اتكلم عنها. طب تيجي بقى للسؤال، ليه احنا تصورنا ده؟ وليه الناس في العهد القديم فعليا اكتفوا بانه الختان يبقى علامه في الجسد وبقينا احنا بتوع ربنا واولاد ابراهيم؟ ليه ده حصل؟ مين اللي عمل ده؟ ايه رايكم؟ يعني ايه اللي خلت الصوره بتاعه الناس في العهد القديم انه حاجه زي الختان ده مجرد عمل خارجي مش ملوش بعد داخلي؟ ليه؟ فاهمين سؤالي ولا لا؟ ايه رايكم ايه؟ ايوه. ليه؟ مين اللي عمل كده؟ ايه اللي خلاهم كده؟ اذا كانت في ايات واضحه بتتكلم عن ختان القلب، ايه اللي وصلهم لكده؟ بعدهم عن ربنا. ممكن انا اتهيألي في سبب تاني كمان. التعليم الكتب والايه؟ والفريسيين. قدموا لهم التعليم انه ايه؟ اعمل كذا وما تعملش كذا، اعمل كذا. بقت المساله ايه؟ مجرد ايه؟ فرايض. بينما الحقيقه انه لو كانت ناس فعلا، وبالذات القاده بتوعهم، لو كانوا ناس فعلا فهموا العمق بتاع الناموس كانوا علموهم تعليم تاني، بدليل ان في كلام عن ايه؟ عن ختان الايه؟
القلب وربطه بايه؟ محبه ربنا. فوجود ايتين في سفر التثنيه، واعتقد ده دي يعني اهميه خاصه لسفر الايه؟ التثنيه، عشان ما حدش يقول اه ده كلام العهد الجديد. لا، العهد القديم كان فيه ايه؟ صحيح كان، ما ننكرش ان في جزء كبير يبدو فرايض وكده، لكن فكره انه الاعمال الوصايا والفرايض ديت لها بعد داخلي، كانت فكره موجوده. الحديث عن محبه الله والحديث عن ختان الايه؟ عن ختان القلب. اي جرم ظهروا متاخر، ولكن بس ده التعليم اللي وصل ليه الشعب بالذات وقت المسيح، عشان كده المسيح هاجم هذا الايه؟ لا طبعا، دي كانت في فترات بعد خالص، دي كانت اصلا فترات فيها ايه؟ فيها يعني بعباد اوثان اصلا. لكن انا بتكلم عن فكرتنا احنا، لان احنا كتير نقول ايه؟ اه ده العهد القديم والعهد الجديد. انا مش بقول ما فيش فرق بين العهد القديم والجديد، وما بقولش ان فيش نقله، بس بقول انه تتفاجئ انه في كتاب عن ختان القلب. ختان القلب مش فكره ايه؟ مش بتاعت العهد الجديد بس، دي موجوده في الايه؟ ده العهد القديم. ده اللي انا عايز اوصل له، انه سفر زي سفر التثنيه في افكار روحيه عميقه جدا، وعشان كده بقول انه من يعني اتمنى ان احنا نقرا سفر زي سفر التثنيه، وبالذات انه في كلام كتير قوي عن تنفيذ الوصيه ومحبه ايه؟ ومحبه ربنا. برضو من الافكار الثانيه فكره انه ممكن الانسان لما يشبع ويرتاح ويعني يتدلع ينسى ربنا. فأكثر من مكان يقول لهم ايه؟ يقول لهم الفكره ديت. تلاقوا مثلا في اصحاح برضو 6، في اصحاح 6 يقول لهم: ومتى اتى بك الرب الهك الى الارض التي حلف لابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب ان يعطيك، الى مدن عظيمه جيده لم تبنها وبيوت مملوءه كل خبز لم تملأها وابارا محفوره لم تحفرها وكروم وزيتون لم تغرسها، واكلت وشبعت فاحترز لئلا تنسى الرب الهك لئلا تنسى الرب الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبوديه. يقول له فاذا اخذت رحت الارض ولقيت فيها الخير بتاعها واكلت وشبعت فاحترز لئلا تنسى الرب الذي اخرجك من ارض ايه؟ مصر من بيت العبوديه. تكتشف ايه؟ انه الانسان كتير ايه؟ لما يرتاح ياكل ويشبع ينسى ربنا، يتدلع يلاقي زي مثلا زي داوود لما كان بيحارب ويقود الحروب بتاعت ربنا كان في حاله روحيه افضل من لما ايه؟ لما ارتاح وبقى الجيش هو يبعت، يبقى عنده جيش وهو قاعد ويطلع يتمشى على السطح فيشوف ايه؟ امرأة أورية الحسي وايه؟ ويقع في خطية الزنا ويدبر لايه؟ للقتل. ده داوود اللي يعمل كده؟ داوود عملها. بس ليه؟ لأنه ترك ايه؟ ترك انتباهه، ترك تضييقه. نفس الفكرة تتكرر تاني، فكرة الشبع والراحة، وانه ممكن الإنسان لما يشبع ويرتاح ينسى. فتلاقوا برضه في إصحاح 8 يقول لهم ايه؟ فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك. احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وفرائضه التي أنا أوصيك بها، لئلا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل مالك يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. فلما يبقى عندك الحاجات دي كلها تنسى ويرتفع ايه؟ قلبك. فتكتشف انه فيه علاقه، كلام واضح صريح وبيحط العلاقه بشكل ايه؟ بشكل مباشر. بيقول له اذا متى اكلت وشبعت تبارك الرب الهك، لئلا اذا اكلت بعديها بشويه، والا اذا اكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيده وسكنت وكثرت
بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل ما لك يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. تهيلي كلام روحي جدا مش كده؟ كلام روحي جدا. فتكتشف أنه أحيانا الإنسان لما إيه؟ لما يهتم بعطايا ربنا أو يهتم بالأشياء المادية ويفصلها عن أنه يعتبرها عطية من ربنا ويشكره دايما عليها ويربط الإيه؟ العطية باللي اداها، إذا ما عملش كده يحصل إيه؟ يرتفع قلبه وينسى إيه؟ وينسى ربنا. أكتر من مرة أنا قلت لكم، يعني أنا اخترت طبعا في الحقيقة السفر زي ما أقول لك لأنه طابعه وعظي فنلاقي مبادئ كتير جميلة، بس أنا حبيت آخد الحاجات اللي فيها إيه؟ اللي اتكررت أكتر من إيه؟ الفكرة اتكررت أكتر من مرة. فيأكد على فكرة إنه لما الإنسان يخش في الراحة وفي الأشياء المادية ممكن قوي إنه إيه؟ إنه ينسى إيه؟ إنه ينسى ربنا. يبقى السفر التثنية يتكلم عن محبة ربنا بشكل يعني متكرر جدا. انا مش عايز مش ما اخترتش هنا ايات لانه مرات عديده. فكره ختان الايه القلب، فكره انه الانسان لما يهتم ياخد من الارض وياكل ويشبع ممكن انه ايه انه ينسى ربنا اذا ما كانش دايما بيقدم الشكر والبركه ويعطي البركه لايه، يعطي البركه لربنا. فكره برضو تانية جميله قوي، احنا دايما نقول الايه، طبعا اعلان ربنا انه اقترب من شعبه، قمه اعلان ربنا ان ربنا قريب جدا مننا بانت فين؟ ايه اكتر وقت عرفنا ان ربنا قريب قوي مننا؟ في الشده بنحس بيها، بس انا بكلم انه امتى ربنا قال لنا انا موجود قوي معاكم، قرب جدا مننا، قال لنا انا مش اله بعيد. انتوا عارفين ان في فلاسفه كتير يقولوا ايه؟ إذا كان في إله فإيه هو اللي خلق، ماشي خلق يبقى في إيه؟ في سماواته ويسيبنا إحنا إيه؟ في أرضنا. لا، إحنا في المسيحية إلهنا قريب مننا جدا. إيه أكتر وقت شفناه قرب مننا؟ التجسد، بالظبط كده، في التجسد، في التجسد. لكن رغم كده إنه قمة إعلان ربنا عن قربه مننا كانت إنه تجسد وصار اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا، إلا إن في العهد القديم كان بيتكلم جدا عن فكرة إنه قريب أكتر من مرة في سفر التثنية. فيقول لهم إيه؟ في مرة في إصحاح 4، في إصحاح 4 يقول إيه؟ أنا الحقيقة ممكن معلش ننور النور معلش لأن مش شايف الحقيقة. ناخدها مثلا من هنا، فاسأل عن الأيام الأولى التي كانت قبلك من اليوم الذي خلق الله فيه الإنسان على الأرض ومن أقصاء السماء إلى أقصائها، هل جرى مثل هذا الأمر العظيم أو هل سمع نظيره؟ هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت أنت وعاش؟ فاكرين لما ربنا ظهر لهم وبروق ورعود وكان بيكلم موسى فقال لهم هل في حد سمع صوت ربنا وعاش؟ هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت أنت وعاش؟ أو هل شرع الله أن يأتي ويأخذ لنفسه شعبا من وسط شعب بتجارب وآيات وعجائب وحرب ويد شديدة وزراعة رفيعة ومخاوف عظيمة مثل كل ما فعل لكم الرب إلهكم في مصر أمام عينكم؟ إنك قد رأيت لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه، ومن السماء أسمعك صوته لينذرك وعلى الأرض أراك ناره العظيمة وسمعت كلامه من وسط النار، ولأجل هذا ولأجل أنه أحب أبائك واختارك واختار نسلهم من بعدهم أخرجك بحضرته بقوته العظيمة من مصر لكي يطرد شعوبا ليكاد يطرد من امامك شعوبا اكبر واعظم منك. فعايز يقول لهم انا ايه؟ انا اعلنت ذاتي واتكلمت مباشره. اذا ربنا ايه؟ قريب جدا ايه؟ من شعبه. الفكره دي مش بس طبعا في العهد القديم، في الجديد طبعا اكتملت ووصلت قمتها وذروتها في التجسد، لكن ايه؟ لكن في سفر التثنيه برضه ايه؟ باينه. خدوا الاكثر منها.
في إصحاح 30، في إصحاح 30 يقول إيه؟ إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لنعمل بها. وبولس الرسول يستشهد بإيه؟ بدي في روميا إيه؟ في روميا 10. الكلمة قريبة إيه؟ منك جدا، هي في قلبك. الكلام ده طبعا إحنا في الروح القدس فهمناه في العهد الجديد أكتر طبعا، لأنه إيه؟ ربنا اتكلم عن إنه يدينا الروح القدس يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما إيه؟ بكل ما قلته لكم. لكن أقصد إن الفكرة إنه ربنا قريب وجوانا وكلمته بتصرخ جوانا، فكرة إيه؟ مش موجودة بس في العهد الإيه؟ في الجديد، دي موجودة كمان في العهد الإيه؟ في العهد القديم. تاني أنا بأكد إن أنا مش بنكر النقلة ما بين إيه؟ العهد الجديد والقديم، لكن بقول إنه أصل في ناس تقول العهد القديم يعني مش 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 بنحس، مش روحي، مش ايه، امال الكلام ده ايه؟ ده بولس لما يتكلم عن الكلمه قريبه منك هو بيتكلم عن ايه؟ هو بيستشهد منين؟ سفر التثنيه. عشان كده الفكره اللي كررتها كتير انه الكنيسه وقفت ضد تماما، ناس كتير طلعوا يقولوا ايه؟ لا احنا مش عايزين العهد الايه؟ القديم، العهد القديم مش محتاج يكون جزء من الكتاب المقدس. الكلام ده من القرن الثاني ميلادي، يعني في واحد اسمه ماركيون مثلا في القرن الثاني ميلادي قال احنا مش عايزين العهد القديم، لكن الكنيسه اصرت ان ايه؟ العهد القديم جزء من ايه؟ من الكتاب المقدس. ليه؟ لانه لما بولس يقول كده ده بيبني على ايه؟ على كلام قديم. طبعا العهد الجديد في عمل الروح القدس، لكن في نفس الوقت ايه؟ لكن العهد القديم اهو بيتكلم ان الكلمه قريبه منك، هي في قلبك وفي ايه؟ هي في فمك وفي ايه؟ وفي قلبك. يبقى مش 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 روميا بس او العهد الجديد بس او بولس الرسول بس، ده ايه؟ ده سفر التثنيه هو بيتكلم عن الفكره دي. يبقى قرب ربنا من ايه؟ من شعبه ومن ولاده، وانه كلامه موجود في ايه؟ في داخلهم. برضو حته مهمه، كتير الناس تهاجم ايه؟ العهد القديم، تقول طب ما هو العهد القديم كان فيه فكره انه ربنا ايه؟ كان بيحابي لشعبه وسمح بحروب وتحريم وقتل. دايما الرد نقول ايه؟ ليه ربنا سمح؟ لما حد يقول لي طب العهد القديم، طب انتوا كتاب مقدس اذا بتقول اه المسيح اتكلم عن السلام والمحبه، لكن طب العهد القديم فيها حروب وعنف، ايه الرد؟ ايه الرد؟ نرد على ده ازاي؟ انا هاخد بس من سفر التثنيه، طبعا في اكتر من رد من اسفار كتير، لكن انا هركز على سفر التثنيه. ايه الرد على الكلام ده؟ ايوه وليه قلت 400 سنه؟ كويس انك قلت 400 سنه. ليه؟ عشان سمعت حد قال كده. هو طبعا لانه ربنا ادالهم فرصه، ولكن لان خطاياهم كاس خطاياهم امتلأ، فجه وقت الايه؟ الطرد. ليه 400 سنه؟ كويس انك قلت 400 سنه. الحقيقه دي من تكوين. في شاهد مهم قوي في التكوين، في تكوين 15. لما ربنا قال لابراهيم، قال له اعلم، اولا تكوين 15 اصحاح مهم، انا اتكلمت عنه لما كنت اتكلمت في مقدمه التكوين، فاكرين لما قلنا العهد وقطع ذبايح على ناحيتين وعد ابراهيم ما بينهم، كان دي علامه عهد حتى بين الناس، لما يعملوا عهد يقطعوا ذبيحه على ناحيتين كويس ويعدوا في وسطها، كانه ايه؟ يعني ان شاء الله يقطعني ربنا، عارفين لما احنا نقول يقطعني؟ عارفين يعني كان التعبير اهو، ان شاء الله اتقطع بالشكل ده لو كنت اكسر الايه؟ الاتفاق او العهد. فربنا عمل كده، خلى موسى، خلى ابراهيم يجيب ذبايح ويقطعها نصين ويعدي، وربنا عدى بشكل ايه؟ زي عمود نور او دخان ما بين، عشان يقول له انا كمان ماضي معاك على الايه؟ على العقد، ماضي على الاتفاق. وفي الوقت ده ربنا قال له هقول لك على حاجه، اعلم ان نسلك هيتغرب في ارض ايه؟ غريبه. وابراهيم كان وقتها في كنعان.
فيقول اعلم ان نسلك هيتغرب في ارض غريبه وفي الجيل الرابع يرجعون الى هنا. الجيل الرابع هنا مقصود جيل، هنا مقصود بيه 100 سنه، عشان كده 400 سنه. وفي الجيل الرابع يرجعون الى هنا ليه؟ لان ذنب الاموريين ليس الى الان ايه كاملا. يعني ايه؟ يعني لسه ما اقدرش احكم عليهم دلوقتي، هيجي وقت هحكم عليهم، وساعتها هيبقى الحكم ايه؟ عادل. يبقى ليه ربنا سمح بطرد الشعوب قدام شعبه؟ مش علشان هو بيحابل شعبه ولا ده ظلم، ولكن لانه ايه؟ كاس خطاياهم ايه؟ امتلأ. كاس خطاياهم امتلأ. زي ما هيجي وقت ربنا يقول انه مثلا ان الشعوب اللي فيها ظلم وشر هيجي وقت عليها ايه؟ لها حكم، لها نتيجه لايه؟ لشرها. فهنلاقي انا هاخد، عشان احنا بندرس سفر ثنية انا هنركز شويه، هاخد مكانين ربنا اكد قوي على فكره انه طرد الشعوب من قصاد الشعب بتاعه فقط لشرهم ايه؟ لشر الشعوب دي، وحذر في نفس الوقت الشعب انه اذا عمل زي الشعوب الثانيه هيحصل له نفس الكلام. فيبقى ربنا هنا اكد على فكرتين مهمين قوي. واحد، انه طرد الشعوب ده ايه؟ ده حكم عادل يستحقوه. اثنين، ان ربنا مش بيحابي انه لو شعبه عمل نفس الكلام اللي هم بيعملوه هيحصل لهم نفس الكلام، وحصل. عشان كده في ارميه قال لهم ولو وقف به موسى وصموئيل لن اصفح عن الايه؟ عن الشعب. لانه خلاص هم ايه؟ فضلوا مصرين ويسمعوا الانبياء الكاذب ومش عايزين يسمعوا لكلمه ايه؟ لكلمه ربنا. هاخد برضو مكانين من سفر التثنيه ياكد على الايه؟ على الفكره ديت. يعني في تثنيه 9 وتثنيه 18. ففي تثنيه 9 يقول لهم ايه؟ اسمع يا إسرائيل، أنت اليوم عابر من الأردن لكي تدخل وتمتلك شعوبا أكبر. فاكرين الخريطة؟ قال له أنت هتعدي الأردن. هم واقفين إيه؟ قلنا في شرق الأردن وهيعدوا. بيقول له اسمع يا إسرائيل، أنت اليوم عابر الأردن لكي تدخل وتمتلك شعوبا أكبر وأعظم منك، ومدن عظيمة ومحصنة إلى السماء، قوما عظاما وطوالا. فاكرين لما ربنا بعتهم يتجسسوا وقالوا ده احنا كنا كالجراد في أعين أنفسنا؟ هتخش ما تخافوش، أنا هدخلكم. قوما عظاما وطوالا وطوالا بني عناق الذين عرفتهم وسمعت من يقف في وجه بني عناق. فاعلم اليوم ان الرب الهك هو العابر امامك نارا اكله، هو يبدهم ويذلهم امامك فتطردهم وتهلكهم سريعا كما كلمك الرب. لا تقل في قلبك، بصوا بقى بيقول لهم ايه، لا تقل في قلبك حين ينفيهم الرب إلهك من أمامك قائلا لأجل بري أدخلني الرب لأمتلك الإيه؟ هذه الأرض، ولأجل اسم هؤلاء الشعوب يطردهم الرب من أمامك. ما تقولش عشان أنا كويس هم وحشين، لا، عشان هم بس إيه؟ لأجل أشرهم. ما تقولش أنا كويس هم أشرار، لا، عشان هم بس إيه؟ أشرار. مش عشان إيه؟ برك. ده عشان أنا إيه؟ أنا إلهك وأنا حديك ميراث الإيه؟ الأمم ديت. فقال له لا تقل في قلبك حين ينفيهم الرب إلهك من أمامك قائلا لأجل بري أدخلني الرب لأمتلك هذه الأرض، ولأجل اسم هؤلاء الشعوب يطردهم الرب من أمامك. ليس لأجل برك، ليس لأجل برك وعد وعدالة قلبك، أنا مش معلش أنا عايز أطلع نظار، وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، بل لأجل اسم أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك، ولكي يفي بالكلام الذي أقسم الرب عليه لأبائك إبراهيم وإسحاق وإيه ويعقوب. هنا أشار برضو للوعد بتاعه اللي قاله لإبراهيم من إيه؟ من أكتر من 400 إيه؟ من 400 سنة. واضحة الفكرة؟ فليه؟ لأجل اسم هؤلاء الإيه؟ مش عشان برك، لكن ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، بل لأجل اسم أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك، ولكي يفي بالكلام الذي اقسم الرب. يبقى لاجل اسم هؤلاء الايه؟ الشعوب. تاكيد على فكره انه ايه؟ لخطيتهم. ده تثنيه 9. تثنيه 18.
تثنية 18 آية 9 يقول إيه؟ تثنية 18 آية 9 يقول متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم، لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار. كانوا بيقدموا الشعوب ديت كان إله مش بعل ومش داجون، داجون كان شكل سمكة، في أحد الآلهة مش فاكر اسمه إيه، عشتروس يمكن، يمكن كان أحد الآلهة الوثنية كان شكله عبارة عن تمثال نحاس، تمثال نحاس ضخم مجوف يولعه جواه نار لحد ما النحاس يحمر ويبتدوا يدقوا طبول شديدة وعالية ويقدموا أولادهم ذبايح للإيه؟ للأصنام. ويقدموا أولادهم ذبايح للإيه؟ للأصنام. شيء فظيع على فكرة. عبادة الشيطان كده. أنا مرة شاب دخل في قصة عبادة الشيطان ويقول لي أنا، هم تعرفين هم لهم موسيقى معينة يسمعوها يسموها البلاك ميتال، يقول لي احيانا ابقى نفسي عايز اشوف دم، عايز اشوف دم. شيء صعب. انا بقول لكم كلام قريته في الكتب وسمعته بوداني، انه 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 الشيطان كده. المهم فكانوا، فهنا بيقول لهم ايه؟ اوعى تعمل زي الشعوب اللي ايه اللي انت داخل مكان تورث ارضها. متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم، لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر. فاكرين المرة فاتت لما كنا بنتكلم على أنه حاجة تزعل، أنه مثلا الولاد ربنا المسيحيين ممكن يسألوا في أعمال وعمل وممكن نفك العمل، كلام وحش خالص، ما يجيش من ولاد ربنا، ما يبقاش عندنا اي ايمان بهذا الكلام. والعين والحسد والحسود والخرز الزرقاء والخمسة وخميسة والكلام ده كلام لا نعرفه، لا نعرفه. ده كانش مفروض شعب ربنا يفكر اصلا ايه فيه في العهد القديم، فما بال في العهد الجديد. لا يوجد فيك من يجيز ابنه او ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر، ولا من يرقي رقية. فاكرين رقيتك واسترقيتك؟ ها اهي هي دي حتة. ولا يرقي رقية، ولا يرقي رقية، ولا من يسأل جان أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. وبسبب، بصوا بقى اللي جاي، وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طردهم من أمامك تكون كاملا لدى الرب إلهك. إن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين، وأما أنت فلم يسمح لك الرب إلهك كذا. أما أنت، أما أنت دي يعني إيه؟ دي حاجة تانية. في كل وقت حتة مهمة أوي إن إحنا نعرف. بولس الرسول استخدم نفس الكلمة دي مرة، قال لهم أما أنتم، أعتقد فيليبي، أما أنتم فلم تتعلموا المسيح كذا. ما تعلمتوش المسيح كده. فليه نرجع تاني السؤال، ليه طرد قدامهم الشعوب؟ عشان كانوا بيعملوا كل الحاجات الوحشة دي، عشان كانوا بيعملوا كل الحاجات الوحشة دي. وعلى فكرة في حضارات كتير نفس الفكرة. لسه كنت بنقرا في كتاب انه عن ايام الرومان كانوا يعملوا فيه الاطفال. انتوا لو عندكم حاجة في البيت مش عايزينها بتعملوا ايه؟ طلعوها تحطوها بره، مش كده؟ صح؟ اللي عايزها ياخدها. كانوا بيعملوا كده في الاطفال، كانوا بيعملوا كده في الاطفال وبالذات البنات. وكانوا يعتبروا انه اذا الالهة عايزاهم تشوف لهم اللي ياخدوهم. كانوا غالبا ياخدوهم، اسف يعني للاسف حضارات كانت منتهى الشر يشغلوهم في الدعاره. ده كانت ده الوضع. عشان كده ايه المفروض ولاد ربنا يكونوا ايه؟ مختلفين. وعشان كده ربنا سمح بهلاك الشعوب دي، لانه وصلت وتمادت في الشر الى مستويات بهذا الايه؟ بهذا الشكل. ممكن يقدموا ايه؟ اطفالهم لعباده الايه؟ لعباده الهه وثنيه. آخر فكرتين. فكرة أشرت ليها المرة اللي فاتت أحب أقراها. صحيح الأرض اتقال أن فيها خير، لكن مصدر الخير فيها أن ربنا فسط الشعب.
ففيجي في 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 تثنية 11 يقول لهم ايه؟ يقول ايه؟ فاذا سمعتم الوصاياي التي لا قبلها هاخد من ايه 5 ايه اعتقد 8 على قد ما انا شايف. فاحفظوا كل الوصايا التي انا اوصيكم بها اليوم لكي تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا الارض التي انتم عابرون اليها لتمتلكوها، ولكي تطيلوا الايام على الارض التي اقسم من الرب لابائكم ان يعطيها لهم ولنسلهم ارض تفيض لبنا وعسل. لان الارض التي انت داخل اليها لكي تمتلكها، بصوا اللي جاي بقى، ليست مثل ارض مصر التي خرجت منها، حيث كنت تزرع زرعك وتسقيه برجلك. يعني ايه تزرع زرعك وتسقيه برجلك؟ يعني عندك ايه؟ من نهر النيل تجيب ميه، غالبا مثلا زي حاجه زي ايه؟ زي الشادوف كده بالظبط، زي الشادوف تجيب بيه الميه من الايه؟ من النهر، والارض كنت طاميه كويس قوي فيطلع زرع. زرعك كنت تزرعه. الارض اللي انت داخلها مش زي ارض مصر، لان الارض التي انت داخل اليها لكي تمتلكها ليست مثل ارض مصر التي خرجت منها، حيث كنت تزرع زرعك وتسقيه برجلك كبستان بقول، بل الارض التي انتم عابرون اليها لكي تمتلكوها هي ارض جبال وبقاع. يعني جبال وايه؟ وبقاع. طبعا دي مش ارض سهله في الايه؟ في الزراعه، عشان كده ما كانتش ارض زراعه. مش بنقولش ان ما كانش فيها زراعه، كان فيها اماكن فيها زراعه، بس ما كانتش ارض زراعيه بالدرجه الاولى. لكن ايه قيمتها؟ بل الأرض التي أنتم عابرون إليها لكي تمتلكوها هي أرض جبال وبقاع من مطر السماء تشرب. معتمد على الإيه؟ على المطر. من مطر السماء تشرب ماء، أرض يعتني بها الرب إلهك. يبقى قيمتها في إيه؟ إن ربنا إيه؟ هو اللي إيه؟ هيتولاك فيها. أنتوا واخدين بالكم؟ يبقى الأرض مش مجرد إنها كانت أرض حلوة، لكن الأرض أساسا إيه؟ انه ارض رب انا اللي هخلي عيني ايه عليك. وهنا قال بقى الايه المشهوره بتاعت عين الرب الهك عليها دائما من اول السنه الى ايه؟ الى اخرها. يبقى الارض مش قيمتها في نفسها، الارض قيمتها في ايه؟ انه اكون انا في ايه؟ في وسطكم. نفس اعتقد نفس الفكره. ما يكفيش ان انا اكون ايه؟ مسيحي. ما يكفيش ان انا اكون باجي الكنيسه. ما يكفيش ان الكنيسه تبقى مفتوحه والناس بتجيها، لكن لازم يكون فيها ايه؟ يكون فيها محبة، يكون فيها صلاة، يكون فيها عبادة، يكون فيها إيه؟ توبة. يكون فيها إيه؟ توبة. هي ديت ده اللي يبقي ربنا إيه؟ في وسط إيه؟ شعبه. فاكرين المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن بلعام؟ بلعام ربنا منعه إنه يلعن الإيه؟ الشعب. بس هو إيه؟ عرف يقول الإيه؟ يوشوش في 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 ودان بلاق ويقول له إيه؟ عايز ربنا يسيبهم؟ لا أنا مش هعرف ألعنهم. عايز ربنا يسيبهم؟ زق عليهم الإيه؟ الستات المؤابيات اللي شكلهم كويس، يوقعون في الخطية، ربنا هيبعد عنها. هي دي اللي يخوفنا الخطية. احنا مفيش حاجة تزعجنا غير ايه؟ ان احنا نبعد عن ايه؟ عن ربنا بسبب ايه؟ خطايانا. اخر فكرة بقى، دي فكرة مهمة قوي في سفر التثنية، فكرة البركة واللعنة اللي انا اشرت ليها، اللي هو ربنا قال لهم ايه؟ هيحصل ايه؟ انه اذا بعدتم، إذا مشيتوا معايا ونفذتوا وصاياي هيبقى فيه بركة، إذا بعدتم هيبقى فيه إيه؟ لعنة. وعمل لهم جبل سماه جبل جرزيم، جبل البركة، وجبل عبال جبل الإيه؟ اللعنة. ففي سفر التثنية إصحاح 30 يقول لهم كلام مهم بقى في الآخر كده، يقول لهم إيه؟ بعد ما قال لهم الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك اللي إحنا قريناها من شوية، يقول إيه؟ انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير، الموت والشر. بما أني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك، هو تاني على الكلام عن إيه؟ محبة ربنا. بما أني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه لكي تحيا وتنمو ويباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها، فإن انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة أخرى وعبدتها، فإني أنبئكم اليوم أنكم لا محالة تهلكون. لا تطيل الأيام على الأرض التي أنت عابر الأردن لكي تدخلها وتمتلكها. أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا. ده هي كلام مهم قوي.
بالتالي كل احنا محتاجين ده، لانه احنا الدنيا قدامنا وقدامنا الافكار ما فيش اكتر منها، لكن احنا لازم نقول لا يا رب احنا بتوعك واحنا مختارين نكون ايه ماشيين وراك، فاختار الايه الحياة اللي تحيا. اذن ده اختيار، زي ما ربنا مختارنا احنا لازم نختاره، لانه ممكن نقول يا رب لا احنا مختارين الدنيا، احنا عايزين نبقى زي ايه زي الناس اللي في الدنيا، فاختار الحياة لإيه؟ فاختار الحياة لتحيا. أنت ونسلك استحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به، لأنه هو إيه؟ حياتك، لأنه هو حياتك. حياتنا هي مين؟ هي ربنا، هو حياتنا، دي صفته. بولس الرسول مرة في حتة تانية في كولوسي 3 يقول متى أظهر المسيح حياتنا. المسيح صفته، صفة إنه المسيح إنه إيه؟ إن حياتنا هنا دي صفة للمسيح، إعرابها يعني إنه المسيح هو حياتنا، المسيح هو حياتنا. وبالتالي لما الإنسان يبعد عن ربنا إيه؟ ميت، ميت. عشان كده الموت مش اللي ما بيخوفناش، لأنه لما حد يموت نقول لا ده ما ماتش، ده في ناس قاعدين وعاملين لسه الفيزيكال بتاعهم وزي الفل، بس ميتين لأنهم إيه؟ وعاد عن ربنا. فاختار الحياة لتحيا، أنت ونسلك استحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به، لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك لكي تسكن على الأرض التي حلف الرب لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيهم إيه؟ أن يعطيهم إياه. برضو فكرة نحن أولاد لربنا برضو تيجي في سفر التثنية إصحاح 14 يقول الآن أنتم أولاد الله، مش بس في العهد الجديد. صحيح البنوة تمت بالفداء، لكن إيه؟ لكن انتم اولاد الله. افكار جميله قوي، عشان كده اتمنى ان احنا نقرا ايه سفر الايه سفر التثنيه. وبعدين بقى الجزء الاخير بقى من سفر التثنيه نلاقي موسى يسلم القياده ليشوع، وبعدين يدي البركه زي ما مين ادى البركه لكل سبط، يعقوب ادى البركه لكل سبط، موسى ادى بركه لكل سبط، كل سبط قال له كلمه ايه تناسبه حسب الايه المستقبل بتاعه. وينتهي سفر التثنيه بانه يتكلم عن موت موسى. مين اللي كتب الكلام ده؟ اكيد مش موسى، مش كده؟ اللي كتبه مين؟ يشوع. بس يكتب تعبير غريب قوي، يكتب موسى حياته كام سنه؟ 120 سنه. كام تتقسم ازاي؟ 40 40 40. اول 40 في بيت فرعون، ثاني 40 في البريه بايه؟ بيرعى الغنم، مش كده؟ ثالث 40 بيقود الشعب في البرية، مش كده؟ يبقى مات موسى عنده كم سنة؟ 120. سألتك سؤال قبل كده، موسى له كم سفر في الكتاب المقدس؟ 5. حد يزود؟ 6. له مزمور، مش كده؟ له 5 ايه؟ لا هو 5 اسفار وايه ومزمور 90. يقول في تعبير لطيف غريب قوي، يقول أيام سنينة 70 سنة مع القوة 80. يعني عمر الإنسان كام؟ 70 سنة. لما يعني يبقى يعني كويس كده هو 80. أفخرها تعب وبلية، بعدها نقرت سريعا فنطير، بعديها نمشي. ربنا دعاه في سنة كام؟ 80. معناها إيه؟ انت بتقول خلاص انت ميت كده، خلصت انت كده، ما فيكش قوه، تعالى بقى انا ايه هخليك تقود الايه الشعب. عشان كده قاعد يقول يا رب، تخيل قال له يعني طب انا كنت موجود، ما كنت موجود وخسرت اللي راح مني، لا طولت ده ولا طولت ده، سبت ارض من بيت فرعون ولا عرفت اخلص الشعب ولا عرفت اعمل حاجه، انا كنت موجود قدامك وانا، بس ربنا لا كنت موجود، بس ايه فاكر انك هتخلص بايه؟ بدراعك. انا هسيبك ايه؟ دايما نقول موسى اخذ فصل اعداد خدمه بس طولت معاه شويه. خده 40 سنه. اتعلم ايه؟ اتعلم يرعى غنم. وتعلم كمان درس واحد، انه ايه؟ مش بقوتي، مش بدراعي. مش بدراعي. فيا ربنا يديله 40 سنه يعمل معجزات ويقود الشعب وينتهي حياة موسى في سفر التثنية يسجلها يشوع ويكتب ايه؟ ومات موسى ابن 120 سنة وايه؟
ولم تكل عينه ولا ذهبت ايه نظرته. يعني ربنا اداله 40 سنه ايه؟ مش انت تقول يا موسى تقول ايه 80 وخلاص خلاص بخلص، انا هديك 40 من عندي وتطلع بعديهم ايه؟ لا تكل عينك ولا تذهب ايه نظرتك، ولا تذهب نظرتك. عكس مين؟ ايه ايه يعني نظر، نظر كلمه نظر يعني زي اللي عارفين اللي لما الخضره تبقى نظره يعني يعني مخدره كده ومزهزهه كده يعني، واخد بالك؟ ها يعني بصحته يعني بخيره يعني، عكسها دبلان. فمش دبلان وعجز وتعب، لا، لم تكل عينه. تكل عينه يعني ما بقتش بتشوفها، يعني ما بقاش يعني ما هكعش يعني بالعربي كده، ما هكعش. لم تكل عينه ولا ذهبت ايه ولا ذهبت نظرته. تعبير الانجيل جميل عن ايه؟ عن موسى، انه لم تكل عينه ولا ذهبت نظرته. وانا قلت لكم هنتكلم عنه لما نيجي سفر يشوع، كالب ابن يفن. كالب ابن يفن مشي مع ربنا وكان اكبر واحد في الشعب. لما دخل الارض كان عنده 80 سنه، واصغر اكبر واحد تحتيه عنده 60. ويجي بعد كده يقول له يشوع اديني الارض وانا هحارب، انا لسه قوتي انا زي ما انا. جبت منين يا عم القوه دي؟ قال لاني اتبعت الرب الهي ايه تماما. فاللي يمشي مع ربنا يبقى ايه؟ في صحه، مش صحه خارجيه، لكن صحه ايه؟ خارج يفنى، الداخل ايه؟ يتجدد ايه؟ يوما في ايه؟ في يوم. فده اخر الايه؟ اخر اصحاح في سفر الايه؟ التثنيه. اخر بقى حاجه اللي احنا متعودينها، المحاور الاساسيه، المحور، الكلمه الاساسيه في سفر التثنيه كلمه الايه؟ العهد. تثنيه يعني بيجدد الايه؟ العهد. الموضوع ال- 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 الايه المحوريه، الايتين اللي المحوريتين في سفر التثنيه، واحده بتقول لنا ربنا عايز مننا ايه. فالان يا اسرائيل ماذا يطلب منك الرب الهك الا ان تتقي الرب الهك لتسلك في كل طرقه، تحبه وتعبد الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك، تحفظ وصايا الرب وفرائضه التي انا اوصيك بها الايه اليوم لخيرك. دي مهمه قوي على فكره، حكايه لخيرك دي وصيه ربنا مش ايه. مرة كنت بكلم مع الشباب وجبت لهم ايه؟ واحد بيدرب اسود، فمدرب الاسود هيعمل ايه؟ يقول يشاور الاسد كده، فالاسد يرفع ايده يعمل له كده، ينط. طب ليه بيعمل له كده؟ ليه الشو ده هدفه ايه؟ ها؟ يورينا انه ايه؟ ان هو مدرب الايه؟ الاسد اللي بيخوف الناس وبياكل الناس ده هو مدربه. طب وصية ربنا كده؟ قال لي اعمل كده عشان بس يوريني، لما اعمل يقول لي ايوه كويس انا مبسوط كده، شفت انا مبسوط منك. لا لا، وصية ربنا مش كده. وصية ربنا دي لايه؟ لخيري. واخدين بالكم الفكره؟ يعني وصايا ربنا دي مش وصايا كده قال ايه انا عايز اطمن ان انت بتسمع كلامي. هقول لك حاجه، ماشي، تحب، ما تكذبش، تعمل ايه، ما تعملش ايه، مش شويه كده حاجات ايه اعتباطية حطها عشان اعملها فيقول ايه انا دربتك كويس، انت كويس، انت بتسمع كلامي. لا، الوصية دي ايه؟ دي الخيري، دي اللي تخليني على صورته، دي اللي تخليني فرحان. عشان كده وصايا ليست ايه؟ وصايا ليست ثقيلة، وصايا ربنا مش تقيلة. طب ايه اللي تقلها؟ ايه اللي بقى خلاها تقيلة علينا؟ لان احنا دخلنا الفساد، فبقيت اللي انا يبسطني ان ايه؟ انتقم، اكره اللي يعمل لي كده، ارد له مش عارف ازاي، لان طبيعتي فسدت. لكن لو انا فيا صوره ربنا احب للمنتهى. واضحه الفكره؟ فمهم قوي حكايه لخيرك دي، وصايا التي اوصيك بها اليوم لخيرك. ربنا مش بيقول وصايا كده عشان انفذها فيقول لي ايوه كويس انا دربتك كويس انت متدرب. لا، ده انا ايه؟ دي الخيري. فالايه المحوريه اللي بتقول لي ربنا عايز مني ايه، والايه الثانيه دور الوصيه في حياتنا. اشهد عليكم اليوم السماء والارض اللي احنا لسه ايه قاريينها، ليشهد عليكم اليوم السماء والارض قد جعلت قدامك الحياه والموت البركه واللعنه، فاختار الحياه لكي تحيا انت ونسلك، اذ تحب الرب الهك تسمع لصوته وتلتصق به، لانه هو حياتك الذي يطيل ايامك لكي تسكن على الارض التي حلف الرب لابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب ان يعطيها اياها. واخر حاجه
الاصحاح المحوري هو التثنيه 27 اللي اتكلم فيه عن الايه طقس البركه والايه واللعنه، انه في خير وفي شر، اختار الايه الخير او اختار الحياه. اخر حاجه المسيح في السفر، المسيح في السفر في نبوه مهمه قوي اللي على اساسها فاكرين لما مثلا راحوا ليوحنا المعمدان قالوا له قل لنا انت مين، ايليا انت، النبي انت، ايه النبي ده؟ ولما المسيح عمل معجزه الخمس رغيف والسمكتين قالوا هذا هو بالحقيقه النبي الاتي الى العالم. يعني ايه النبي؟ دي قايمه على نبوه في سفر التثنيه عن المسيح، تثنيه 18:15 بتقول ايه؟ يقيم لك الرب الهك نبيا مثلي، يقوم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخواتك مثلي له تسمعون. دي اشاره على مين؟ على المسيح. عشان كده اسمه النبي، دي نبوه عن المسيح. تقول لي طب هو المسيح نبي ولا اله؟ المسيح اله ونبي وايه؟ وقام بعمل النبوه. ليه المسيح عمل قام بعمل النبوه؟ النبي كان بيعمل ايه؟ كان يجيب كلام من ايه؟ من ربنا. طب والمسيح هو كلمة ايه؟ الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، والكلمة صار ايه؟ جسدا. واضحة الفكرة؟ فدي نبوة مهمة قوي عن المسيح في سفر الايه؟ في سفر التثنية. آخر حاجة، في ناس يقولوا إن حياة موسى مثال للمسيح، الوحيد اللي كان نبي. طبعا موسى نبي مش كده، وكان كاهن ولو انه ما مارسش الكهنوت كتير لانه سلم المهمه دي لمين؟ لهارون. بس مارس الكهنوت لما مسح ايه؟ هارون. فكان كاهن عمل النبوه، عمل الكهنوت، وكان ملك يعتبر يعني او قائد ايه؟ قائد الشعب. كان يعتبر مين الشعب؟ مين اللي كان ماشي مع مين؟ مين اللي كان الرابط الايه؟ الشعب. هو مين؟ هو موسى. فيقولوا ان موسى مثال لايه؟ مثال لفي نشوف فيه المسيح. موسى زي ما في وقت المسيح اتحكم على الاطفال بالموت، وقت موسى كان ايه؟ محكوم على الاطفال بالايه؟ بالموت. زي ما موسى عاش من وسط الاطفال محكوم على بالموت، موسى عاش من وسط الاطفال اللي كان محكوم عليهم بالايه؟ بالموت. فموسى نشوف فيه ظلال لحياه الايه؟ نشوف فيه ظلال لحياه المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة دائما أبدي. أي أسئلة؟ لو تلاحظوا الطابع مختلف، يعني إحنا لما اتكلمنا مثلا مرة في العدد قعدنا نمشي في إيه؟ في الإصحاحات كده، الاتجاه اللي ماشية فيه الإصحاحات لأنه تاريخ. في سفر زي سفر التثنية لأنه وعظي، فشفنا إيه؟ مبادئ روحية عميقة كلها بتاعت العهد الجديد، مش مجرد إنه العهد الجديد نقول لا العهد الجديد ده الفرائض والوصف، لا ده كلام عن القلب وختان القلب، محبة ربنا وقرب ربنا مننا، وإنه الكلمة في قلبك إلى آخره. أي أسئلة أو ملاحظات أو تعليقات؟ أيوه. سيبنا في تأمل وفي سؤال. هو التأمل في رقم 40. لا هو أنا حقصك قلت إن ربنا دخلهم وكسبهم الحروب ديت مش عشان هم أبرار، لكن عشان حكم على الشعوب التانية اللي هي فانا لقيت جيت بالي موضوع 40 اللي هو في يونان في الساعه 4 لما قال لهم بعد 40 يوم تنقلب المدينه. فكلمه يعني في فتره 40، رقم 40 ده رقم توبه او رقم انتظار. فالشعوب دي برضو كانت شعب اسرائيل 40 سنه في البريه وسامعين باخبارهم، زي المراه اللي هي يشوع اللي هي كلمت يشوع قالت له احنا سامعين عنكم وان ربنا هيديكم الاراضي ديت. فهل ممكن تكون 40 سنه دي كانت فتره برضو ربنا بيدي الشعوب دي فرصه ان هم سمعوا بيهم خرجوا من مصر؟ طيب ليه بقى 40؟ السؤال بقى ايه 40 مع موسى اربعينات وثم مسيح 40؟ الرقم ده ليه؟ اتكلمنا قبل كده على الارقام. ليه رقم 40 بالذات؟ أربع أركان العالم في 10، و10 كانت وجود الله بجانب السفر اللي ما كانش ليه قيمة.
يعني وجود الله في حياة العالم تمثل 40 يوم أو 40 سنة يعني. وكانت تجربة برضو 40 يوم تجربة على الجبل للمسيح برضو كانت برضو رمز للتجربة. يعني هو عموما رقم 40 رقم مهم في الكتاب المقدس يعني يتكرر كتير. أول 40 إيه؟ إيه أول 40 طيب في الكتاب المقدس؟ ها؟ آه المطر أيام المطر اللي هو الطوفان بالظبط. أيوة يا جورج. بعد 40 يوم انما الطبعة اليونانية او السبعينية ما فيهاش 40 يوم. هو الحقيقة في الحتة دي فيها اختلاف يعني ما بين الترجمة العبرية واللي هي اللي منها البيروتية اللي هي العربي بتاعتنا وما بين الترجمة السبعينية للترجمة اليونانية للعهد القديم. ده صحيح اتقالت 3 ايام اتقالت 3 ايام. ايه سبب الاختلاف مش عارف بالضبط. اي اسئله او تعليقات اخرى؟ ايوه لما شعب اسرائيل بعتوا 2 يتجسسوا على ارض الموعد او 12 من كل سبت هم 2 اللي دخلوا علشان هم اللي صدقوا لكن هم لما دخلوا لقوها ارض كويسه جدا وبتفيض لبن وعسل وحتى جابوا عنقود عنب وبيوروهم فربنا كان محافظ على البلد ديت او ارض الموعد دي من زمان ليه. طب هما الناس اللي فيها كانوا ناس اشرار ليه ربنا كان عاطيهم الخير ده كله وكان معتني بيها رغم ان هما كانوا ناس اشرار. الارض ممكن حد يعيش في مكان كويس لكن في مفهوم في مفهومنا الروحي انه وفي مفهوم اللي حب ربنا يوصله لشعبه انه مش الارض كويسه وبس ان الارض انا اللي ايه معتني بيها معتني لا هو بيقول لهم الكلام ده قايم على الوعد اللي هي ان هو هيبقى في وسطهم ولكن لما هم بعدوا عن ربنا لا الارض ولا حاجه ده الهيكل نفسه ربنا ما بقاش مهتمش بيه واتهدم واتنجس. واضحه الفكره؟ يعني عنايه ربنا مرتبطه بايه؟ مرتبطه بوجوده. ممكن حاجه طبيعيه يعني مثلا احنا مثلا نقول ايه انا بحس ان نجاحي من ربنا بحس ان ربنا بيشتغل معايا وفي واحد تاني بينجح يعني ممكن في 2 طلبه بيخشوا نفس الامتحان واحد بيجيب درجه كويسه واحد يقول انا ايماني انه ربنا هو اللي اداني النجاح ده مش من عندي والتاني يقول ده طبيعي انا ذاكرت السؤال ده وانا عارفه وانا ذكي وشاطر وحافظ فجاوبته. ففي حاجه بتحصل بالطبيعه في حاجه بتحصل ببركه ايه ربنا. احنا ايماننا كاولاد لربنا انه كل صحيح في حاجات طبيعيه يعني انا بذاكر لان انا برضو ممكن يكون اولاد ربنا في واحد شاطر فبينجح وبيجيب درجات كويسه بس هو ايمانه انه ايه ان ربنا لمين اللي اداله هذا الذكاء والامكانيه ربنا فبقى كل عمل هو بيحط فيه ايه ربنا. واضحه الفكره؟ فالارض ممكن تبقى كويسه لانها كويسه ده الوعد بقى ده الوعد بتاع المستقبل انه عيني هتبقى على الارض ديت عشان هو بيوصيهم انتوا داخلين اهو الارض هتبقى كويسه طول ما انا ايه طول ما انا فيها وممكن الارض تفضل يعني هم اللي تسابوا منها الارض فضلت انت واخد بالك يعني الانسان الغني الغبي اللي ما اتخذتش منه الحاجات ما راحتش هو اللي اتخذ ايه اليوم تؤخذ نفسك من الفزيله التي اعددتها لمن تكون. مرة حد بيقول تأمل بيقول ايه نفسنا نمسك حتة أرض ونقول لها احكي لنا كم حد امتلكك كم حد اتخانق عليك كتير والناس بتمشي وفي حد نصيبه ما كانش الايه الأرض اللويين عشان كده ربنا ما اداش اللويين نصيب في الأرض لأنه نصيبهم هم مين هو ربنا. إبراهيم كان غني وعنده أراضي بس ما كانش غناه في الأرض. لوط نشن وخد أرض يعني عمل جود ديل مش كده؟ راحت منه. لكن ابراهيم خد ارض لكن قيمتها مش فيها لكن قيمتها في انه
بركة ربنا، قال له أنا أجرك كثير جدا، أنا ترس لك. كان في سبب معين إن ربنا يختار المكان ده بالذات يبقى أرض موعد؟ مش عارف. مش عارف. مش عارف، ما اعرفش حد عنده إجابة. السؤال بيقول هل كان في سبب معين ان ربنا اختار الحته دي بالذات ان تبقى ارض الموعد؟ مش عارف، بس انا اعتقد الفكره كانت اكتر انه ربنا عايز يقول ان في مكان ده اللي انا هوصلك ليه واديهولك انا بقوتي، عشان يبقى اشاره للايه؟ للراحه الابديه، للسماء. وده اللي قاله لنا بولس الرسول لما اتكلم عن الراحه، قال انه حتى داود لما بعد كده اتكلم عن ايه، ان يوم راحه مش على الارض، ده على ايه؟ ده على الابديه، عبرانيين 3:4. لكن ليه بالذات الحته دي من الارض؟ مش عارف. تنطبق على الارض دي كلها، يعني لما اجي في سفر التكوين واقرا الانهار والمنطقه، المساحة كلها، مش بس أرض فلسطين أو أرض كنعان، لكن المساحة من العراق للشام للبحر للكلام زي كده، المنطقة كلها. لما نيجي نتأمل في موضوع جنة عدن ممكن نلاقيها تمثل هذه المنطقة، يعني أعتقد بعيدة خالص. لأن جغرافيا على فكرة أرض، لو بصينا على الخريطة، أرض كنعان أرض صغيرة، منطقة صغيرة خالص، منطقة صغيرة خالص. ومنطقة العراق وإيران وما بين النهرين بعيد عنها كتير، بعيد عنها مسافة كبيرة. يعني لما تشوف هي نسبة مساحتها لمكان ما بين النهرين أو دجلة والفرات، بعيدة خالص، بعيدة خالص. أي أسئلة أو ملاحظات؟ تفضل. إن شاء الله المرة الجاية عايزين هنعمل مرة برضو كده مراجعة، وبعدين نبتدي في الجزء الثاني من السلسله بتاعه تربيه الايه الاطفال. فالمره الجايه هيبقى الاجتماع في برضه في البيزمنت زي المره اللي فاتت، يعني فمش مش 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 مسابقه يعني، انما هنحاول ان احنا الافكار اللي اتقالت في 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 في, في الخمس مرات اللي احنا خدناهم هنعمل زي يعني يوم نراجع، ويعني يبقى وقت لطيف ان شاء الله في البيزمنت بتاع الكنيسه. يا ريت احنا نكون موجودين، ويا ريت نيجي بدري، احنا بنبتدي ايه مبقاش في حد خالص، وبعدين بنيجي متاخر، فيا ريت احنا نحاول ان احنا نيجي بدري. اتفضل. هيبقى في اكل، هيبقى في اكل، هيبقى في اكل، هيبقى في اكل طبعا. المسيح قال لهم انتم تبعتموني ليس لانكم رايتم ايات، بل لانكم اكلتم من الخبز وشبعتم. أعطوهم أنتم، قال لهم أعطوا حاضر. بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. إلهنا الصالح نشكرك يا رب، يا من وعدتنا ليس بمكان في الأرض، ولكن وعدتنا يا ربي بالسماء. والسماء بالنسبة لنا يا ربي مش مكان جميل، ولكن السماء هي حضورك الدائم. أدتنا يا ربي مش بس ان احنا نبقى قدامك، لكن قدامك الى الابد. اديتنا حياه ابديه. اذا كان الشعب يا ربي قبل ما يدخل الارض اللي انت وعدتهم بيها وصتهم كتير جدا انهم قدامهم الحياه والموت، البركه واللعنه، وصتهم انهم يختاروا الحياه، علمنا يا ربي ازاي نختار الحياه. كتير يا ربي لما نحب الدنيا، لما نمشي ورا شهواتنا، لما نمشي ورا زواتنا، لما نمشي ورا الماديات، بنختار الموت. وانت علمتنا يا ربي انه من يجدك يجد الحياة، وان كل مبغضيك يحبون الموت. ونحن يا ربي لا نحب الموت، بل يا ربي نفضل الموت على الحياة اللي بعيد عنك، زي ما كان الشهداء يا ربي عملوا، فضلوا الموت على الحياة البعيدة عنك، فاختاروا الحياة حتى لو كان تمنها انهم يقدموا حياتهم ويموتوا من اجلك. ادينا يا ربي انه
فعلا القلب يبقى مقدس ليك، مختون ومقطوع منه يا ربي كل ما يخص الدنيا ويخص الأرض، لكن القلب كله يبقى ليك يا رب يسوع. أي مكان تحطنا فيه عايزينك تكون معانا، لأن هو دوت أمننا وسلامنا واطمئناننا. غير كده سلامنا مش مرتبط بمكان في الأرض، ولكن سلامنا مرتبط بيك أنت. بارك يا رب علينا بكل بركة، بارك كل الحاضرين وكل ما يدروش يجوا. اذكر يا ربي شعبك وولادك وكنيستك في كل مكان. بركة أمنا العذراء الطاهرة مريم، بركة صلوات الباط مريم مرقس ومريم جرجس ومريمينا كل مصاف القديسين. بلنا إليك عندما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماء، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. دو سلام سلام، ربكم معكم.